حياكم الله في حلقة جديدة من حلوة الإمارات. من خلال جولاتنا بنراويكم إيش كثر بلادنا حلو. اليوم باخذكم في جولة في مكان جدا جميل، والاغلب منكم له ذكريات جدا جميلة في هذا المكان. انا موجودة في إمارة ابو ظبي، وبالتحديد على كورنيش ابو ظبي. الكورنيش هذا اللي يمتد طوله 8 كيلومترات، ويستقبل شهريا من 30 ل 50 الف زائر. الكورنيش هذا ايضا او شاطئ الكورنيش حصل على العلم الازرق، وطبعا هي تعتبر شهادة جودة بيئية معترف فيها دوليا، يعطونها للشواطئ اللي تضمن نظافة وسلامة مياه السباحة. الجمهور يقدرون يستمتعون بالأقسام الثلاثة اللي موجودة على كورنيش أبو ظبي، القسم الأول اللي هو للأفراد، القسم المفتوح للعموم، وأيضا في قسم خاص للعائلات. ما ننسى أن في أهم المناسبات اللي تحتفل فيها الدولة تكون فعاليات كثير حلوة على كورنيش أبو ظبي، وأيضا المعارض اللي يسوونها سنويا. أنشطة كثيرة تقدرون تمارسونها على كورنيش أبو ظبي، سواء كانت أنشطة ترفيهية أو رياضية. والحلو أنه في ممر ومكان مخصص فقط للسياكل، في أماكن مخصصة للمشي والرياضات الأخرى، وفي أماكن قريب الشاطئ اللي ممنوع تدخلون سياكلكم هناك، لأن فيها ألعاب كثيرة للأطفال، وأماكن مخصصة لجلوس العائلات أو أنكم تتسبحون في البحر. إذا كنتوا تتمشون على كورنيش أبو ظبي وخطر في بالكم تسوقون سيكل، ما عندكم سياكل، شو بتسوون؟ مشروع سياكل يوفر لكم السياكل هذه، تقدرون تأجرونها وأنتم تحددون الوقت، سواء ساعة، ساعتين، نص ساعة أو يوم كامل. واللي ما يعرف يعني سياكل، سياكل يعني الدراجات الهوائية، وفي نوع آخر من الدراجات الهوائية اللي هي العائلية اللي تصلح لشخصين أو 4 أشخاص ويا بعض. أتمشى في الكورنيش أشوف شيء جديد، كل ما أتمشى أكثر أشوف أشياء أكثر وأكثر، عشان شي قررت أني الحين أخذ السيكل وأكمل التمشية على السياكل. نصيحة في وجه الله، إذا حابين تتمشون على الكورنيش ولما بتون، البسوا وانتوا بكرامة شيء مريح في ريولكم. على سبيل المثال البسوا جوز رياضة، منها تسوون رياضة ومنها تتمشون وتستانسون. وين البريك؟ على فكرة المفروض اني كنت البس شيء سبورت، يعني البس لبس رياضة، بس يلا عادي، اهم شيء اني استانس. من ضمن المشاريع اللي موجودة على كورنيش أبو ظبي اليوم مشروع اسمه على البحر، هو على البحر واسمه أيضا على البحر. في هذا المشروع في أقسام كثيرة وأشياء كثيرة تقدرون تستمتعون، وأماكن حلوة للترفيه.
أولها هذا القسم الجميل اللي مليء بالألعاب للأطفال والكبار، بس الأطفال حتى الكبار. خلونا نستمتع الحين بين الألعاب، وأكيد راح أراويكم أكثر أماكن جميلة في هذا المشروع. مشروع منتزه على البحر تقدرون تسوون استجمام في منتزه اكوا بارك المائي القابل للنفخ. النطاطيات هذيل اللي وراي، طبعا نحن متعودين نشوف الالعاب هذه في كل مكان في الحدائق بشكل عام على البر، والحين قمنا ذي عنا مناسبات للاطفال اللي يبهم البيت، لكن اكيد تجربتها راح تكون مختلفه في البحر. للناس الرياضيين اللي يحبون يسيرون الجيم ويحبون الفتنس، ضمن مشروع البحر في جيم على كورنيش ابو ظبي، وايضا هذه الملاعب اللي في الخلف، في اشياء كثيره تقدرون تسوونها من خلال مشروع البحر. لذلك اذا قضيتوا يوم كامل اكيد تلفوناتكم بتفضي، مو بتم فيها بطاريه، لا تحاتون. في ايضا اماكن مخصصه تقدرون تشحنون موبايلاتكم من اول وجديد وتستمتعون في هذا المشروع الجميل. على بالنا ان الاماكن الخارجيه نقدر نزورها بس في الشتاء او لما الجو يكون حلو، بس هذا الشيء ما ينطبق على كورنيش ابو ظبي. كورنيش ابو ظبي من الاماكن اللي تقدرون تزورونها في الصيف وفي الشتاء. في الصيف تستمتعون بالشاطئ الجميل، تتسبحون في البحر، تمارسون الانشطه المائيه، وفي الشتاء عندكم هذه الاماكن الواسعه كلها انكم تستانسون وتستمتعون فيها. اكيد عندنا اماكن كثيره وبلادنا حلوه. الزوار والسكان على الأماكن الجديدة في دولة الإمارات مو بشيء جديد، عشان شي اليوم بنلاحظ كثرة الزوار في شاطئ الحديريات. الجزيرة هاي قبل كانوا الناس وايد يحبون يجونها لأنها كانت أرض خصبة للرعي والصيد، كان فيها بعض الأشجار والأعشاب وكانوا يصيدون فيها البياح والصافي، والجزيرة أيضا مشهورة بوفرة الربيان. خلونا نسير داخل الجزيرة ونشوف شو في على شاطئ الحديريات. الحديريات مو بس مجرد شاطئ، ففي مواقف هذا الشاطئ بتشوفون شاحنات كبيرة منتشرة بألوان جدا جميلة وأشكال عجيبة وغريبة. الشاحنات هذه عبارة عن مطاعم متنقلة، طبعا المطاعم هذه فيها الوجبات العادية، الوجبات السريعة، وأيضا الكوفي شوبس. شاطئ الحديريات غير انه من الاماكن المحببه والمفضله لدى الجمهور للسباحه،
ايضا في اشياء كثيره ممكن ان الجمهور يتمتع ويستانس فيها. عندنا المكان المخصص للاطفال، كلها العاب مخصصه للاطفال، وايضا فريق السلامه اللي موجودين على طول الشاطئ للحفاظ على سلامه الجمهور. أكيد بلادنا حلوة وفيها أماكن كثيرة لين الحين ما زرناها، أكيد بنتعرف عليها أكثر. خلونا نشوف الجولة الجاية وين بتكون ووين بنسير. حلوة الإمارات. إمارة أبوظبي وبالتحديد من حديقة اسمها يحمل اسم إنسانة جدا غالية على قلوبنا، حديقة أم الإمارات. الحديقة هذه حديقة ترفيهية، فيها مطاعم، فيها مسرح، فيها أشياء كثير حلوة. من أهم الأشياء اللي موجودة في حديقة أم الإمارات أكبر متاهة متحركة في العالم، وما ننسى البازار اللي يكون طول فترة الشتاء كل يوم سبت من الساعة 3. خلونا ندخل ونشوف الأشياء الجميلة اللي موجودة في حديقة أم الإمارات. من أجمل الأشياء اللي راح تشوفونها في حديقة أم الإمارات بستان الحكمة. في هذا البستان راح تشوفون مجموعة من اللوح الرخامية اللي منقوش عليها بعض من أقوال الشيخ زايد الله يرحمه. الأقوال هذه من خلالها راح تستكشفون أهم القضايا اللي كان يناقشها أبونا الغالي الله يرحمه، والقضايا اللي كانت تهمه مثل قضايا المرأة، قضايا العدالة والشورى، أشياء عن التراث، أشياء عن الحضارة، مواضيع كثيرة كان يهتم فيها وكان يناقشها. خلونا نشوفها أكثر من خلال أقواله اللي موجودة هنا. كبرنا على نهج زايد، تأسسنا على نهج زايد، وبنستمر ونواصل على نهج زايد. أبونا الغالي الله يرحمه. تزور حديقة أم الإمارات لازم تكون قسم حديقة النباتات وبيت الظل. في حديقة النباتات بشوفون مجموعة كبيرة من النباتات الجميلة وبعضها نادرة الوجود وتعيش في طقس معين، لذلك وفروا لها بيت الظل اللي يحافظ على هذه النباتات وأيضا يعطي إطلالة رائعة للحديقة.
تحت الظل راح تحصلون أكثر عن 30 نوع من النباتات من مختلف أنحاء العالم، من فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، من كوبا، جنوب أفريقيا، تايلاند، مدغشقر وبعض الدول الأخرى. على فكرة ريحة الهواء هني تشمون شي ريحة نظافة، هواء نقي جميل. أنا وايد مسترخية، خلوني أكمل استرخائي. هذه المنطقة أيضاً جزء من حديقة النباتات واللي تشكل البيئة الصحراوية. الحلو في الموضوع أن النباتات اللي موجودة في هذا القسم مو بس نباتات للزينة، إنما للحفاظ عليها، وأيضاً يستخدمونها في البحوث العلمية. أكثر عن 200 نوع من النباتات الإقليمية موجودة في هذه المنطقة من مختلف أنحاء العالم. بعض النباتات لها أهمية ثقافية وتاريخية. من النباتات اللي إلها أهمية تاريخية موجودة في هذه المنطقة لدولة الإمارات شجرة الغافة، واللي هي طبعاً تمثل شعار عام التسامح. المعروف والمتعارف عليه عند الكل، كل الطرق تؤدي إلى روما إلا في حديقة أم الإمارات. هذا الطريق يؤدي إلى أكبر متاهة متحركة في العالم. المغامرة بتبتدي عقب شوي، لكن قبل ما ندخل ونستمتع في هذه المغامرة أكيد في تعليمات لازم تتبعونها، وأي شخص عمره أقل عن 8 سنوات لازم يكون معه مرافق. اشتروا التذكرة، استمعوا للتعليمات واستانسوا في اللعبة. مو شيء هاي الصورة عندي، على فكرة ترى في أكثر عن مستوى للعبة، يعني مو بشرط هاي الصورة تكون موجودة عندي في اللعبة. خلونا ندور صورة ثانية. التحدي الأكبر في اللعبة هاي أنكم توصلون لهذا التور. إذا وصلتوا للبرج يعني أنتوا فزتوا، بس هذه اللعبة لعبة داخل لعبة. أنا ما حصلت ولا حار، بس أهم شيء أني وصلت للبرج. استمتعوا واستانسوا في الجولات القادمة. وصلت لداخل البازار داخل حديقة أم الإمارات. شكل البازار وايد يحمس وفيها أشياء كثيرة، يعني عندكم ملابس، عطور، أكل، صناعات يدوية. أحس أني بتسوق وبخم البازار كله. تعالوا خلونا ندخل أكثر ونشوف شو في هذا البازار. طبعاً يوسي يقول لي أن كل الأشياء هني هو اللي صانعنهم ومسوينهم هاند ميد في البيت، ويقول إذا حد من الأطفال كل أي شيء، شاور جل، المسترايزر، عادي لا تخافوا لأن كلها أشياء طبيعية. شيء وايد كيوت هني. طبعاً أنا وصلت الحين عند الاكسسوارات. شو بيطلعني من هذا الكشك؟ عندهم أشياء تجنن. خلوني أخذ شيء لفة على السريع وبرجع لهم أكيد. يمكن أخذ لي شيء أو شيئين، ثلاث أربع، الله أعلم. هذا الكشك بالنسبة لي وايد كيوت، لأن يبيعون أشياء كيوت حق البيبيات والأطفال، والحلو إنه من مشاريع الشباب، مصممة إماراتية هي اللي تفصل هذول الدرسات. شوفوا كل درس عنده شباصة، وايد كيوت الشيء. كيوت.
غير التسوق ايضا في اماكن واشياء مخصصه للاطفال، هني يقدرون يلونون الاشكال اللي موجوده ويقدرون يسوون بعض السلايم الخاص فيهم. هني ودي اسوي لي سلايم خاص فيي بس استحي قدام الاطفال. هني القسم الخاص بالاكل، يبيعون اكلات عجيبه وغريبه واشياء جدا لذيذه، والاحلى في الموضوع ان حاطين هذه المساحه الخضراء عسب الناس يلسون وياكلون على راحتهم، شيء جلسات ارضيه وايضا شيء كراسي وطاولات. بازار وايد يجنن وفيه اشياء كثيره تجنن، لكن اكثر شيء حبيته في هالبازار مشاريع الشباب، شباب في عمر الزهور بادين مشاريعهم وهم بنفسهم واقفين على ريولهم ومجابلين حلالهم، الله يوفقهم كلهم، تعالوا وشوفوا البازار وشوفوا الاشياء الجميله. طبعا انا انحبست هني في الفود كورت، براي ما اطلع من هني لان كل مطعم احس اكله احلى عن الثاني. خلوني انا اسير اكل وانتم استمتعوا في الجوله.